صحيفة إماراتية تكشف عن مدة الهدنة القادمة في اليمن والشروط التي تتضمنها، تفاصيل حصرية بعد الفاصل. قالت صحيفة البيان الإماراتية أن الهدنة الإنسانية الجديدة في اليمن ستكون مدتها 6 أشهر، وأشارت إلى أن مسؤول حكومي أكد لها أن التحركات التي تقودها الأمم المتحدة والولايات المتحدة مدعومة بدول الاتحاد الأوروبي أعطت مؤشرات إيجابية بإمكانية تمديد الهدنة 6 أشهر، مع التزام الحوثيين بفتح طريق إلى مدينة تعز المحاصرة والتوقف عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات، مع الاتفاق على آلية صرف الرواتب الموظفين العمومية في مناطق سيطرة الحوثيين وتسيير رحلات تجارية إضافية من مطار صنعاء.